أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء خاص. حديثنا اليوم مع مجموعة من الشخصيات الفلسطينية، منها من اخترته مجلة جلوبال تيليكوم بيزنس العالمية ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا عالميا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا من بين الشخصيات التي نستضيفها اليوم في لقاء خاص من تنقل في مناصب عليا في شركات تقنية عالمية. رحبوا معي اليوم في الاستوديو الدكتور عبد الملك جابر، مؤسس ومدير شركة ميني أبس والرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة الاتصالات الفلسطينية. أهلا بك يا دكتور. وأيضا الدكتور أسامة فياض، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة أو مجموعة أويسز 500 أو 500، وأيضا نائب الرئيس التنفيذي سابقا لشركة ياهو الأمريكية. أهلا بكما في قناة الكتاب وفي لقائنا الخاص هذا. طبعا اليوم حديثنا أعزائي المشاهدين حول مفهوم الريادية وأيضا ما يتعلق بالريادي الفلسطيني في ظل تطور هذا المفهوم بين المطورين الفلسطينيين والرياديين أيضا الفلسطينيين. يعني دعونا نبدأ هذا اللقاء الخاص مع الدكتور عبد المالك جابر. يعني دكتور، اليوم وقبل قليل كنا في حدث تقني سنوي يحدث في فلسطين وهو ستارت أب ويكند، يلتقي فيه مجموعة من الرياديين والمطورين الفلسطينيين. يعني قبل أن نبدأ في تفاصيل حديثنا ولقائنا، كيف رأيت المطورين والرياديين الفلسطينيين اليوم؟ شوفوا، معروف إقليميا عربيا وأيضا عالميا أنه في إبداع فلسطيني وبصماته موجودة في كل مكان، سواء كان في الخليج العربي أو في منطقة الهلال الخصيب أو عالميا. وانا بعتقد انه الابداع الفلسطيني نابع من التحدي، انه فلسطين مرت في ظروف قاهره، احتلال غاشم، ولذلك اصبح الفلسطيني الخيار امامه اما ان يكون مبدعا اما ان يندثر، يعني لا يوجد خيار ثالث. وبالتالي هذا التحدي، هذا التمرد الفلسطيني، انه تعامل مع هذا الاحتلال من خلال الخروج بأفكار ومبادرات إبداعية خلاقة مكنته من بناء شركات ناجحة على مستوى الشركات الكبرى كشركات الاتصالات والبنوك والمصانع والأدوية، وهناك شركات أدوية فلسطينية تصدر إلى ألمانيا وغير ذلك. وأيضا نراه وما لمسناه خلال اليومين الماضيين بهذا الحدث الرائع المفرح، هذه الكوادر الشابة، شباب في عمر الورد وشابات متحمسون، لديهم أفكار طموحة، لديهم أحلام كبيرة، ونحن سعيدون جدا أن نكون جزء من بيئة مساندة تأخذ بيد هؤلاء الشابات والشباب من أجل أن تبلور أفكارهم الخلاقة إلى مشاريع وشركات ينتج عنها خدمات ومنتجات تسوق في فلسطين وخارج فلسطين، بحيث يستمر هذا المسلسل الرائع لقصص النجاح الموجودة عربيا وإقليميا. وبالتالي أنا سعيد بما شاهدته، هو كان يعني في ضوء المتوقع، لأنه كنا ما نسمعه خلال الفترة الماضية عن وجود كوادر ووجود أفكار، لمسناه بشكل مباشر خلال تواجدنا في قطاع غزة. طيب، يعني دكتور أسامة، الدكتور عبد المالك تحدث عن حماسة وإرادة الرياديين اللي كانوا موجودين، لكن المؤسسات وهذه الفعاليات مثل ستارت أب ويكند قدرتها، يعني رأيك باعتقادك قدرتها على التأثير فيهم ونقلهم من الوضع المحلي أو هذه الأفكار إما على ورق أو على حواسيبهم الشخصية ونقل إلى العالمية والاستثمار فيها، كيف ممكن هذه الفعاليات بالفعل يعني تؤثر فيهم وتنقلهم إلى هذه العالمية؟ أولا بس تعليق بدي أتابع اللي حكاه دكتور عبد المالك، إنه تفضل. اليوم الاجتماع كان فيه حوالي 250 شخص رياديين ورياديات، وبدي أنا أحط ثلاث خطوط تحت كلمة رياديات، لأنه اللي شاركوا اليوم، أنا أعطيت محاضرات بما يعادل 3.5 ساعات يمكن، ومشاركة المشاركة كانت كثير من الشباب ومن الشابات، هذا أولا. ثانيا، العدد هذا عدد لا يستخف فيه، يعني بعمان احنا صرنا ماشيين بفعالياتنا هلأ 2.5 سنين، وعادة إذا عملنا حدث زي هذا وحاولنا نجمع فيه رياديين ورياديات، ما رح نوصل هذا العدد. وعمان طبعا أكبر كتير من غزة، أكيد. حجما والبلد حجماً كلها أكبر، السكان. وبجيها ناس من برا وإلى آخره. فهذا أولا ملاحظة أولى، إنه
في اهتمام شديد وفي شغف شديد وفي طاقة وفي إبداع وفي محاولة للتفكير ومحاولة لأنه يطلع بإشي مختلف وإشي يعني إله سوق. هذه كانت من الإيجابيات. هلأ لأجيب على سؤالك. نعم. إحنا فلسفتنا كأويسس 500 من البداية إنه العملية ليست عملية تدريب وليست عملية منح. التدريب ضروري لأنه منحتاجه. التمويل ضروري ولكن طريقتنا للتمويل هي استثمار. يعني إحنا ما بنستثمر، بنستثمر على أساس بدنا نحقق أرباح. أكيد. إحنا كشركاء والريادي أو الريادية والفريق الريادي كمؤسسين لشركة بدهم يعملوا لها نمو سريع، يستقطبوا استثمارات لاحقة إلى آخره. فإحنا وجودنا هون كان لسبب واحد، إنه جماعة الميرسي كوربس واللي نسقوا هذا الحدث مقتنعين إنه إذا عملوا بس تدريب وبس مسابقة ما يعني ما راح يكون منها فائدة. فاللي اتفقنا عليه معهم هي اتفاقية إنه بعد ما يعملوا هذه التمارين وهذه الانتقاء ينتقل الشركات المؤهلة، احنا عندنا هلا الآلية ان نستثمر في هذه الشركات. والفكرة انه يبعثوا بين 5 إلى 10 شركات بعد ما يصير التمحيص والانتقاء يبعثوها الى عمان، ويبعثوها مع فريق كمان من الفريق المحلي على اساس احنا ندرب الفريق المحلي اللي راح يتعامل مع الرياضيين، زائد نستثمر ونسرع الشركات اللي اجت من غزة ونساعدها على الحصول او الاستقطاب استثمارات لاحقة. يعني شركاتنا احنا عادة بعد ما نستثمر فيها ب4-5 اشهر. يعني الدكتور الفترة المقبلة ممكن تشهد في انتقاء ونقل مجموعة من الافكار الريادية في غزة الى بعض الدول العربية مثل عمان او الاردن لتوسع هذه الاعمال، ومن ثم تنتقل الى مفهوم المشروع الاكبر اللي يدر دخل عليهم وانتقل الى العالمية مثلا. طبعا احنا هلا يعني اولا حتى في الاردن لما نستثمر في شركة نستثمر في شركة سوقها يا اما اقليمي للوطن العربي كله او عالمي، لانه الاردن بلد صغير 6 ملايين نسمه ما بيكفي كسوق، فما بالك في غزه وفلسطين اصغر وقدرتهم الشرائيه اقل لانه ما في في عوامل بتاثر على في كثير عوامل صعبه ووضع صعب. فبالنسبه لنا احنا بهمنا هاي الشركات توصل للاسواق العالميه والاقليميه. بهمنا اولا طبعا ما بتقدر تحدد انت مسبقا مين راح ينجح مين راح ينجح، راح ينتقوا هم بين 5 إلى 10 شركات بيجوا هذول عمان، احنا بنساعدهم، مينا ابس بتساعدهم كمان، بنساعدهم من خلال التدريب والتسريع وكمان نستثمر فيهم. نعم. نعطيهم فلوس يعني. هلا مهمتهم انه خلال هلا كم شهر يثبتوا انه شركتهم بتسوى اكثر كثير مما السوق متوقع، واحنا بنساعدهم بعدين يجيبوا استثمارات من جهات بتستثمر بالشركات الناشئه. يعني حتكون المنظمات او الاويسز 500 هي كحلقه توصل تساهم في التدريب وتسريع العمل لجلب الاستثمار اما عن طريق الشركه او في استثمارات خارجيه. بندرب وبنسرع وبنكون المستثمر الاول عاده. نعم. بلحقها بعدين مستثمرين تانيين من القطاع الخاص. نعم. شركات، صناديق استثمار، افراد. نعم. الدكتور كفرد بيستثمر بعدة شركات من أويسس 500 وكشركة بيستثمر كمان بشركات. نعم. طيب دكتور يعني عبد المالك المتبع لسيرتك المهنية يرى في تنقلات واسعة في من إدارة بعض الشركات التكنولوجية أو شركات القطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات. باعتقادك بعد هذه التجربة وهذه السيرة المهنية الحافلة يعني وما شاء الله هناك إنجازات، حققت إنجازات، يعني باعتقادك الريادي الشاب الريادي اللي قابلته قبل قليل في غزة أو حتى في فلسطين بشكل عام، هناك بعض المهارات أو بعض الأمور تنقصه أو بحاجة إلى تدعيمها، يعني لو نوجه رسالة لهذا الريادي أو تلك الريادية شو هي النصائح اللي ممكن نقدمها لهم؟ يعني أنا أعتقد التحدي الأكبر هو إيجاد البيئة المواتية، البيئة الحاضنة الصحيحة. نعم. لأنه وجود الفكرة ووجود الريادي لا يكفي. يعني في رياديين في غزة؟ نعم في رياديين في غزة. عندهم أفكار ممتازة؟ نعم عندهم أفكار ممتازة، لكن هذا لوحده لا يكفي. صحيح أنه في برامج اللي حكى عنها أخي وزميل الدكتور أسامة أنه يروحوا عمان ويدربوا استثمار، لكن هذا ممكن يعالج مشكلة 4-15-20 شركة. المفروض أن يوجد هذه البيئة المواتية الحاضنة في قطاع غزة، واللي ينقصها
وهذا طبعا مسؤولية مجموعة من الأطراف، قطاع خاص، حكومة، أكاديمية إلى آخره. إيجاد هذه المسرعات أو هذه المؤسسات اللي قادرة على تزويد هؤلاء الرياضيين بالإرشاد، إيجاد مرشدون متخصصون، مستثمرون رياديون من أصحاب رؤوس الأموال سواء بغزة أو الضفة أو خارج قطاع غزة، صناديق استثمار المخاطر، ومساعدة هذه الشركات في تسويق خارج قطاع غزة. هذا البند الأخير مهم جدا، لأنه كما ذكر الدكتور أسامة سوق غزة ضعيف جدا وصغير جدا، وبالتالي إذا ما توفرت هذه العناصر المجتمعة تصبح غزة، وهذه ميزة لقطاع غزة إنه التكلفة قليلة، يعني أنت بإمكانك أن تنتج تكلفة إنتاج الخدمة أو الخدمة أو المنتج قليلة، خاصة في موضوع البرمجيات، والبرمجيات غير خاضعة على الحواجز وإغلاقات ومعابر والآخرية، يعني وبالتالي بإمكان أن يكون لديك مبرمجين ومطورين في قطاع غزة تباع منتجاتهم ومنتجات شركاتهم في الخليج أو حتى في العالم الإسلامي أو العالم ككل. ومن هون الجهد يجب أن يركز، وهنا شخصيا يعني أضع جهدي واهتمامي للمساعدة في إيجاد هذه البيئة المتكاملة الحاضنة التي تؤمن لهؤلاء الرياديين ما يحتاجونه من دعم ومساندة من الإطار الخارجي، سواء كان الإطار الخارجي التمويلي أو الإطار الخارجي الإرشادي أو الإطار الخارجي التسويقي. هذه المكونات المعادلة مهمة جدا. أنا مطمئن لنوعية الرياديين وتوفرهم، مطمئن أنه في سوق اليوم عربي ينمو بشكل متسارع جدا، خاصة في مجال الألعاب والمحتوى الترفيهي والتعليمي والصحي والخدماتي. هذا سوق جدا كبير وفي بداياته، وبالتالي هذول العنصرين بخلونا نطمن أنه هذا قطاع مهم نستثمر فيه، عدا عن أنه يعالج مشكلة مهمة، توفير فرص عمل، لأن هؤلاء الشباب الخريجين من هذه الجامعات بظل الحصار الموجود خلق فرص عمل لهم ومهمة مقدسة، وبالتالي بهالطريقة هاي يمكن أن نساعد في إيجاد فرص عمل لألوف من أبناء قطاع غزة. ودائما يعني ما نتحدث دكتور عن أن الاقتصاد المعرفة هو ربما الاقتصاد الذي صعب جدا محاصرته، وموضوع تصدير البرمجيات أو تصدير المعرفة إلى الخارج. دكتور سأبقى معك في حديث عن المحتوى العربي، يعني كانت لك مبادرة في مؤخرا حول دعم المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، ونحن نعلم أن هذا المحتوى يعاني عجزا يعني واضحا في نسبة ربما لا تبلغ 3% من المحتوى العام على الإنترنت، مع أن اللغة العربية هي اللغة الخامسة استخداما في شبكة الإنترنت. ما علاقة الدكتور عبد المالك في هذا المحتوى أو مشاريعه في دعم المحتوى العربي على الإنترنت؟ شوف، المراقب أو المتابع لكل الدراسات اللي عم بتتم حول تغييرات اللي بتصير بالإنترنت بتلاحظ أنه أكثر سوق من حيث اللغة في نمو اللي هو سوق اللغة العربية، يفوق أي لغة أخرى في العالم، من الصينية للإنجليزية للفرنسية لأي لغة بدك إياها. وبالتالي هذه فرصة استثمارية جيدة لرفض هذا الشبكة العنكبوتية بمحتوى عربي، محتوى عربي يلبي حاجات محددة في السوق العربي، سواء كان هذه الحاجات ترفيهية، ولدينا شركات رائدة مركزة في موضوع المحتوى العربي الترفيهي، سواء كان له علاقة بالمحتوى العربي المكتوب، ولدينا فريق متكامل يقوم بإنتاج هذا المحتوى العربي المكتوب لإدخال الإنترنت أو المرئي والمسموع من المحتوى العربي. هذا شق بحد ذاته قائم وموجود، والحمد لله يعني من النجاحات اللي بعتز فيها ما قمنا بإنشاؤه من خلال شركة متخصصة بهذا المجال. الشق الآخر هو شق التعليمي. الشق التعليمي أيضا استثمرنا في شركة أنشأت أول بورتال أو من البورتالز التعليمية اللي ناجحة جدا، هاي توفر البنية التحتية لإدخال المحتوى العربي التعليمي للطلاب والمدارس والجامعات والكليات، وبالتالي إقامة هاي البنية التحتية تتيح المجال لمن يريد أن على سبيل المثال للأطفال أن ينتج قصص تفاعلية، أن ينتج تعليم الرياضيات بطريقة ليس طريقة تقليدية، يعني وإنما تنتج وتقدم للأطفال، ولا الأطفال يشترك في إنتاجها تفاعلية؟ الشقين هنا، بس إذا تكلمنا عن الشق التعليمي، الشق التعليمي معروف، الشق
الشق التعليمي هناك مناهج، لكن بإمكان هذا البورتال أن يحول المناهج إلى الديجيتال، إلى 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 المحتوى الرقمي العربي التفاعلي. نعم. فبالتالي هذا شق تعليمي رسمي. أما الشق الآخر اللي هو شق النشاطات اللامنهجية، القصص، قصص أطفال اللي ممكن أن تكون من ناس ينتجوها أو ممكن أن تكون من العامة. نعم. ينتجوا هذه القصص وتوضع على البورتال. لكن كان أحد المشاكل اللي تواجهنا إيجاد البورتال الملائم لاستيعاب كل ذلك بشقيه التعليمي. نعم. بشق الرسمي والغير رسمي، وبشق كمان السوشيال ميديا، لأنه موضوع السوشيال ميديا مع التعليم اليوم لا يمكن فصله. فبالتالي هذا البورتال تمكن من جمع هذه العوامل الثلاثة بمعادلة واحدة. أكيد. طيب، يعني حديثنا عن المحتوى العربي ربما اقتنص الفرصة يعني أسأل الدكتور أسامة حول المحتوى العربي والشركات العملاقة التكنولوجية مثل جوجل وياهو، وحضرتك طبعا عملت في شركة ياهو. يعني هل هذه الشركات الكبرى، وحتى تتضح الصورة للمشاهد، هل بالفعل تدعم المحتوى العربي؟ وهناك بعض المبادرات من قبل مثل جوجل مثلا، قالت في كثير من الأحيان أنها تدعم هذا المحتوى وتخصص جهدا. الشركات بشكل عام، الشركات الكبرى، هل تهتم بمحتوانا العربي وتهتم بالمستخدم بقدر ما اهتمامها بالمستخدمين الآخرين حول العالم؟ في الوضع الحالي الجواب البسيط لا. هلأ هل هاي الشركات تهتم أن يكون في محتوى عربي؟ نعم، لأنهم شايفين السوق وشايفين الفرصة الاستثمارية على أساس هذا السوق راح ينمو من ناحية مثلا التجارة الإلكترونية. نعم. من جميع النواحي. ولكن هل هم بدعموا؟ الدعم خفيف جدا، ليس بالشكل المطلوب. أنت حكيت إحصائية عن المحتوى العربي يصل إلى 3%، الرقم الحقيقي أقل بكثير من هيك. الرقم ربما اللي بيظهر على الإعلام 3 هي من واحد. مثلا أنا بقول لك جوجل مثلا تعلن عن هاي الأرقام. نعم. جوجل تعتبر أي صفحة فيها كلمة واحدة بالعربي ومحتوى الفارسي والأردو يعتبر عربي، لأن هاي أحرف عربية هم بيعتبروها. نعم. كلمة واحدة تعتبر الصفحة فيها محتوى عربي. احنا عملنا دراسة حتى بس نقارن، في انا كمان رئيس مجلس ادارة لشركة اسمها دي ونجي تستهدف. نعم. الشباب العرب والمحتوى العربي عن ناحية التواصل الاجتماعي والشبكة الاجتماعية واللي بنسميها يعني الاجتماعيات او الكوميونيتيز الدواوين. نعم. الدراسة اللي عملناها انه صنفنا الصفحة كمحتوى عربي اذا كان فيها على الاقل 100 كلمة عربية، على الأقل. وإذا أقل من هيك ما بنعتبرها عربي. الإحصائية نزلت أكثر كثير من إحصائية جوجل طبعا، نزلت لما يقل عن 0.5%. فالوضع كبير. الوضع كثير كثير تعيس بصراحة بالنسبة للمحتوى العربي، وحرام هذا الحكي، لازم يتصلح. فلازم يكون في جهود، والجهود أنا برأيي ما رح تجي من الشركات العالمية، الجهود رح تجي من الشركات المحلية، من الحكومات المحلية، من الناس اللي توعى وتعرف انه لازم ننمي هذا. يعني فلسطين نفسها، انا نعم. كأصلي فلسطيني وبفكر في شغلات، انه مثلا كل حكايات مثلا من ايام ابوي ومن ايام جدي اللي هلأ طبعا ما عادوا معنا والله يرحمهم، لكن كلهم هدول عندهم قصص أكيد. اللي مر فيه الشعب الفلسطيني كمثال ما مر فيه أي شعب تاني في 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 المرحلة الأخيرة. نعم. فهو يعني تجربة فريدة من نوعها، تجربة إنسانية فريدة من نوعها. كل قصصها عم تختفي لما هدول عم بيختروا بموتوا، بيجي جيل جديد مش عارف شو صار فيه. فإذا نتطلع مثلا الدولة اليهودية، دولة إسرائيل، كيف بيهتموا كثير بالمحتوى، كيف بيهتموا يوثقوا. نعم. كل قصصهم أكيد. من آلاف السنين كيف بيهتموا إنه يلحقوها، واللغة العبرية مع إنه اللي بيحكوا عبري في العالم كلهم 7-8 مليون، إذا بتطلع على محلات زي ويكيبيديا وبتسأل قديش نسبة المحتوى العبري فيها مقارنة بالعربي كتير أعلى. فهاي أشياء لازم. طب دكتور، يعني هذه المسؤولية بتقع على عاتق مثلا تشترك فيها الحكومات وجهاتها الخاصة، مثلا وزارة الاتصالات في كل دولة، أو ولا بتشترك فيها القطاع الخاص، ولا حتى كل مستخدم عربي هو يتحمل هذه المسؤولية؟ هلا المسؤولية ما بتيجي على المستخدم، المسؤولية بتيجي إنه الحكومات لازم تشجع
الحكومات ما راح تنتج المحتوى، واذا انتجته راح يكون محتوى ضعيف برايي. نعم. لكن الحكومات ممكن تمكن الانسان العربي والمجتمعات العربيه والهذا انهم يوثقوا هالاشياء، فهي بتيجي ترجع لشركات الاعلام. نعم. لشركات المحتوى، واللي هي اذا بتطلع في كل العالم اقوى الشركات بالتعبير بالاجنبي بيقول لك content is king، يعني المحتوى أكيد. هو الملك. اكيد طبعا. فاللي عنده المحتوى الاصلي هو بيكون عنده مصدر القوه. هاي احنا بالوطن العربي لسه ما فهمناها، ما وصلنا لهي المرحله انه هذا مهم جدا لازم ننتجه، له فعاليات رهيبه، ممكن تغير التاريخ، ممكن تغير المستقبل، ممكن تغير الثقافه، ممكن تغير الحضاره، فهذه اشياء مهمه الحكومات لازم تشجع عليها وتسهل من هاي الامور ما تصعبها. اكثر حكوماتنا بتصعب لانهم خايفين من الاعلام وخايفين من المعلومات وخايفين من التوثيق، هذه لازم تتغير. واكبر مسؤوليه بترجع انا في رايي على القطاع الخاص. الطريقه اللي ممكن توصل فيها المحتوى العربي للمستوى اللي لازم يوصله، مش انه نرجع مثلا، وهذا جزء مهم، نرجع للكتب اللي انكتبت من قديم وكل الاشياء ونحولها نرقمها يعني ديجيتال. نعم. ولكن الجزء الثاني الاكبر اللي هو عن طريق التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي ممكن تنتج انواع محتوى كبيرة في الكم، وإذا فكرنا فيها منيح بتكون كمان إلها قيمة عالية من ناحية النوعية. هذه دائما نفصل الحديث حول استغلال المستخدمين العرب لشبكات التواصل الاجتماعي بطريقة فعالة يعني تنفعهم يعني. صح. ربما هذه المرحلة اللي وصل فيها المستخدمين العرب بحاجة إلى مزيد من التطوير والتحسين. وبرأيي أنا شركات الإعلام العربية، نعم، ومحطات التلفزيونية والفيديو، الفيديو مهم كتير كمحتوى، يعني الناس لما فكروا محتوى بقول لك محتوى كتابي. الكتابي احنا هلا في عالم جديد، الفيديو يمكن له أهمية أكثر كتير، وفي عنا آليات بتحول من الفيديو للمكتوب للهذا. هذا سهل، أهم إشي الفيديو. يعني مثلا احنا كشعبنا هون لو نعملنا مشاريع نلتقط فيها حكايات هدول كل العجائز قبل ما يختفوا اللي عاشوا وتعايشوا بالمأساة بالمآسي اللي مشينا فيها. ونخليها موجودة، وخلي الجيل الثاني يعرف شو يعمل فيها. صح. على الأقل اللي هون وثقناه. صح. كمثال. نعم. احنا عندنا مثلا القدرة كشعب فلسطيني هون نعطي محتوى بيهتم فيه كل العرب والمسلمين، مش بس العرب، كل المسلمين. عم نحكي عن اكثر من بليون انسان ممكن يهتم في اللي بدنا اياه احنا، اللي عندنا اياه، فحرام نضيع هاي الفرص، وهي كمان بتساعدنا احنا كشعب. يعني اكيد هذه الامور وهذه الافكار وغيرها موجوده، لكن بتحتاج الى مجموعه من الجهود تتضافر. نعم. تترتب وتخرج بطريقه قويه. صحيح. قابله للتنفيذ. دكتور عبد الملك، اوضحت قبل ذلك انك شخصيا تسعى بشكل متواصل لخلق نموذج يجمع النموذج موحد يجمع الرياديين واصحاب الافكار القابله لتطبيقها في كافه ارجاء الوطن العربي. يعني لو تحدثنا عن هذه او هذا التفكير وهذا النموذج، والى اين والى اي حد وصل في تنفيذه وتطبيقه؟ شوف، اليوم بدون استثناء بدول عربيه سواء كانت الدول الفقيره أو الدول الغنية تدرك خطورة عدم معالجة مشكلة البطالة والشباب. اليوم عندك 70% من الوطن العربي تحت 30 سنة تقريبا، بتأخذ دولة زي الكويت 95% من الأيدي العامل الكويتية تعمل في الحكومة، هاي مشكلة. وبالتالي إذا ذهبت للدول الغنية سعودية كويت أو ذهبت للدول الفقيرة زي مصر عندك نفس المشكلة، وبالتالي الطريقة الوحيدة لمعالجة ذلك هو فتح أرض أو فضاء خصب لاستغلال الطاقات الكاملة والأفكار الريادية لدى الشباب. ومن هون إجت فكرة الرياد العربي اللي اشتغلنا فيها، اللي عم تستقطب اهتمام وانتباه من دول عربية كقطر، ككويت، كأبوظبي، تونس، بلور ذلك بالاستفادة من تجربتنا. تجربتنا في الأردن بمينا أبس كانت الحمد لله تجربة ناجحة، وتعلمنا منها منيح، وبالتالي ترجمتها وتوسيعها وتطبيقها بأكثر من مكان هو إشي بدون شك غاية لإلنا ولإلي شخصي. والتجاوب اللي عم بتم من خلال هذه الأقاليم العربية المختلفة إشي بيسعدني. لكن أنا اللي بهمني إنه إحنا الآن في عنا بالمدى القصير جدا مشاريع بعتقد إنها مهمة جدا. إحنا عم نشارك إحنا وأسس 500 نعمل إشي في الضفة الغربية لإقامة مشروع متكامل
بشراكة كاملة بين أويسز وبين أبس لإيجاد البيئة المواتية للمبدعين الفلسطينيين في الضفة الغربية. نأمل أن نقوم بنفس الشيء في قطاع غزة لإيجاد أيضا البيئة المواتية لتوفير الإرشاد والدعم والاستثمار المالي والجهد التسويقي لخارج قطاع غزة. وأعتقد أنه التكاملية الموجودة بين السوق الأردني والسوق الفلسطيني مهمة جدا لأسباب كثيرة. وبالتالي هذا التكامل أعتقد بيخدم الطرفين, بيخدم السوق الأردني وبيخدم السوق الفلسطيني, وبدون شك كمان بيوفر لشباب قطاع غزة أفق جديد غير موجود. أنا بعتقد أنه الدول العربية اللي عم تهتم في قطاع غزة, عم تدعم قطاع غزة سواء كان قطر أو غيرها, أنا بعتقد أنه مهم جدا أن تلتفت إلى هذا الجانب. أيضا تركيا, لأن تركيا لاعب رئيسي في دعم قطاع غزة, وزرنا مشاريع بتمويل من تركيا. أعتقد تركيا من أكثر الدول المنطقة الشرق الأوسط تطورا في موضوع الإنترنت والتكنولوجيا ودعم الرياديين, وتركيا طورت قوانينها مؤخرا بحيث أنه أعفت حتى الاستثمار في مجال شركات التكنولوجيا من الضرائب. هذا إشي مش موجود في الدول العربية. شجع الرياديين شجع المستثمرين يستثمروا في الرياديين, وهذا إشي مهم جدا, لأنه إذا أنا بستثمر بالريادي وبكون عندي إعفاء ضريبي بسبب هذا الاستثمار, هذا إشي بشجعني كريادي كمستثمر أفاق. أعتقد أنه هاي الدول يجب أن نتفاعل معها ونستفيد من خبرتها, وأيضا نستفيد من اهتمامها بقطاع غزة لتوجيه جزء من 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 نشاطها في دعم الرياديين في قطاع غزة. دكتور, يعني لو كان في قطاع غزة وفي حال قيام بالشراكة ما بين مينا أبس وويسز 500 وتم تنفيذ مشروع كما تحدثت فيه حضرتك, يعني الرؤية والتعاون مثلا ما بين الحاضنات, فكرة الاحتضان نشأت في قطاع غزة من تقريبا سنوات يعني قليلة مؤخرا, وبدأت هناك مجموعة من الحاضنات تحتضن الأفكار الريادية والمطورين والشباب. يعني كيف رؤيتكم للتعاون ما بين الحاضنات التكنولوجية, وهي عددها طبعا قليل في قطاع غزة, وبين الشركات التي ستوفر هذه أو هذه الأعمال لهم؟ طبعا ساتحدث مع دكتور وأيضا مع دكتور أسامة حول هذا الموضوع. الإشي الإيجابي إنه أنا بعرف إنه في الجامعة الإسلامية عندها حاضنة ممتازة. نعم. هلا في حاضنات أخرى في قطاع غزة, لكن الحاضنة الإسلامية اكتسبوا خبرة, حاضنة الجامعة الإسلامية اكتسبوا خبرة, وأيضا في بيكتي أيضا عندهم حاضنة, وبالتالي وجود هاي الحاضنات بسهل شغلنا. لأنه إحنا دورنا بيجي ما بعد الاحتضان, يعني هاي إحنا لا ننافسها وإنما نكملها. وبالتالي وجود هاي الحضانات بيأمن مجموعة أكبر من الأفكار الريادية. نعم. أنا أعتقد وجود حضنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة مفيد مش مضر في قطاع غزة, إذا ما تم إنشائها وإدارتها وتشغيلها وفق أسس واضحة ومنظور في ديمومة, وليس فقط انه في دول مانحة او في ممول دفع هل 200,000 وسكرناها بعد ما راح الممول, لا, هذا النوع انا ضده. اما ان تكون هناك في استدامة, وبالتالي جهدنا احنا مكمل لهذا الجهد, وسيكون بالتعاون والشراكة مع الحضانات الموجودة من اجل ان نكمل بعضنا البعض. احنا دورنا اساسا قائم على تسريع, اي بعد ما يكون الاحتضان وضع هذه الشركة على مسار يأخذها من نقطة ألف إلى نقطة باء. نقطة باء بتكون أنه عندها منتج مقنع جاهز, استثمار سواء كان من الانجل انفسترز أو من صناديق استثمارية, والمرحلة الثالثة اللي هي تسويق المنتج خارج قطاع غزة. مع كل ذلك وجود الإرشاد, المنترز, الإرشاد جزء مهم جدا, لأنه شبكة الإرشاد اللي مجتمعة ما بين مينا أبس وأويسس بتوفر شبكة عالمية من الناس اللي بيقدروا يساعدوا هذه الشركات. سواء كان بالرأي الفني أو بموضوع وصلهم أو ربطهم مع شركات عالمية, أكيد بإمكانها أن تساعدهم أو تتعاون معهم. نعم, يعني دكتور أسامة, الدكتور عبد الملك تحدث عن الدور التكميلي والاستدامة في عمل الحاضنات في حل الشراكة في قطاع غزة. لديكم في أويسز 500 كيف يعني ترى رؤية الشراكة وأفاق التشارك في مع الحاضنات في قطاع غزة؟ التشارك مهم جدا. أنا عندي كمان موضوع بحب أكد عليه, بحب أحس الحاضنات أن يفكروا كيف ممكن يكونوا أكثر من مجرد حاضنة. نعم. يعني إحنا كثير ناس بيقولوا Oasis 500 عندهم حاضنة, مزبوط عندنا شركات بتيجي وتقعد لها 3-4 أشهر 5 أشهر, ولكن
أهم من الحاضنة هو التفكير أنه تكون أنا اللي بسميه مسرعة أو أكسلريتر. الفرق بالحاضنة مش معناته الواحد بعد في بيئة تحميه من العوامل الأخرى ولا آخره، بالعكس إحنا بدنا بيئة تحثه إنه يسرع، إنه ينمي شركته بسرعة، لأنه الفرصة إنه يجي مستثمر يستثمر بشركتك يعني بتمشي طرديا مع قدرتك على التحرك بسرعة وقدرتك على النمو السريع. المستثمر بيستثمر إذا حس إنه هذه قيمتها الشركة راح تنمو بشكل هائل وسريع. فبهمني كتير إنه الحاضنات تصير تفكر كيف ممكن تكون مسرعات. وجودها أنا بتفق مع دكتور عبد المالك إنه مهم وبيساعد وضروري يكون في حاضنات كثيرة، ولكن أهم من هيك إنه نخلق، وهذا اللي عم نحاول نعمله من خلال شراكتنا، نخلق مسرعة فعالة زي الأويسس 500 اللي أهدافها تكون طموحة. يعني شركة أويسس 500 قررنا إنه بدنا نستثمر ب 500 شركة خلال 6 سنين، مش بس نستثمر ونسرع ونساعدهم على استقطاب استثمارات لاحقة. نعم. شركاتنا تقريبا نص الشركات اللي استثمرنا فيها تمكنت منها تجيب استثمارات لاحقة بين 100,000 و2.5 مليون دولار. نعم. فهاي يعني وهذا كله أجا من وراء استثمارنا الأولي اللي هو يمكن على إجماله كان أقل من 1.5 مليون دولار، جاب 12 مليون استثمارات لاحقة كلها من القطاع الخاص، ولا إشي حكومي. نعم. ولا إشي منحة، استثمارات يعني ناس مستثمرين. نعم. آمنوا بالفكرة، اقتنعوا بالفريق، اقتنعوا بالتسريع وحطوا منها استثمار. دكتور، يعني حدثت عن قبل في بداية الحوار عن وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية، ربما يعني سأعود معرجا سريعا حول الموضوع. يعني الإعلام الفلسطيني أو الإعلام العربي بشكل عام، وأنتم رياديين وأصحاب شركات تهتم في هذا المجال، تجدوا إنها دورها ينقص بعض القليل من الفعالية والاهتمام في هذا المجال، أم هناك يجب أن تكون شراكة أو أدوار تكميلية ما بين الإعلام إن كان خاص أو حكومي وما بين الشركات مثل الشركات اللي تهتم بالرياديين؟ أنا في رأيي الإعلام العربي بشكل مجمل مقصر. نعم. تقصير شديد، وما عم بيعالج ولا عم بفكر بالمواضيع المهمة. الدكتور عبد المالك حكى إشي مهم جدا، أكبر مشكلة بتجابهنا كوطن عربي هي مشكلة التوظيف. من وين بدك تجيب شغل للثمانين مليون وظيفة جديدة التي يجب أن يتم خلقها خلال السبع ثمان سنين القادمة؟ الثمانين مليون وظيفة جديدة هذول غير الموجودات هلأ، كيف من وين بدهم يجوا هذول؟ ففي إشي مهم كثير للمجتمع، ألا وهو من وين بدهم يجوا هذول الوظائف؟ طيب من وين رح يجوا من شركات قطاع خاص. جزء مهم جدا للإعلام وجوهري بالنسبة للمشاهدين إنه كيف نعمل شركات، كيف نحتفل بنجاح الرياديين اللي فعلا عملوا شركات، كيف نعمل منهم مثال للمجتمع، كيف نغير طريقة تفكير المجتمع إنه هدول أبطال، هدول أبطال مهمين زي الأبطال المحاربين وزي هذا، هدول إلهم دور فعال بغير كل تاريخ الأمة وبغير مستقبلنا. يعني لو ضربنا مثلا نعم. شركة عريقة كويسز 500 وشركة من أبس، يعني هل هي على استعداد؟ مش شركة عريقة، لسه شركة جديدة، لكن يعني بإمكانياتها وبما أثرت على الرياديين يعني وضعت بصمة. هل هم على استعداد مثلا لتشارك مع قطاع خاص في الإعلام أو حتى قطاع أي قطاع في الإعلام لدعم فكرة الريادي ونشرها بين الجمهور والمشاهدين العرب؟ 100%. أنا وحب طبعا أسمع رأي الدكتور في الموضوع. أكيد. إحنا من ناحيتنا ملتزمين في أي فرصة ممكن ننتج فيها أي نوع من المحتوى أو البرامج أو طرق التوعية أو طرق التعليم اللي بتأدي بهذا. نعم. المجال إحنا موجودين ومتعاونين. اللي بحب أحكيه إنه يعني هاي بالنسبة للإعلام العربي خاصة فرصة إنهم يلعبوا دور هام. نعم. وإنهم فعلا يغيروا المجتمع للطريق السليم. وهذا مش معناته إنه يعني للأسف كثير إذا بتطلع على برامجنا اللي كانت برامج إخبارية أو كانت برامج ثقافية يعني كلاسيكية بشكل. نعم.
تحتاج يعني إلى مجموعة من التطوير مضجر صراحة يعني. طيب. فحرام يعني لازم يواكبوا اللي عم بيصير في العالم وكيف عم تتغير طريقة التعليم. أكيد. طريقة التواصل مع الناس كيف نستخدم واستغلال التقنيات الحديثة. نعم. دكتور عبد المالك يعني سريعا يعني ربما الوقت داهمنا في هذا اللقاء, الإعلام والريادة والشركات التي تهتم في المجال كيف ممكن يكون في شراكة بينهم سريعا؟ أنا أتفق مع دكتور أسامة أن دور الإعلام مهم جدا, بالإمكان بدون شك أن يقوم الإعلام بيلعب دور إيجابي من خلال خلق الوعي عند الجمهور عند القطاع الخاص وتوعيتهم لأهمية مثل هذه البرامج وأهمية احتضان ودعم ومساندة المبادرين. هناك كثير من البرامج الممكن تنفيذها. أنا كشخص أو كمن أبس أتفق مع الدكتور أسامة, إحنا جاهزين للتعاون وخلق هذا يعني البداية تبدأ إنه خلق حالة من الوعي والجو الإيجابي بالتأكيد. الداعم والمتبني لهذه هذا الأساسي. ثم بعد ذلك عندما يكون هناك وعي وود وتوجه إيجابي نحو هذه الشركات بإمكانك أن تنطلق إلى المراحل الأخرى, لكن يجب أن يخلق خلق حالة عامة كما ذكر دكتور أسامة إنه كما نمجد الشهيد والمناضل والمقاوم نمجد المبدع. هذا الشخص الذي قام بإنتاج شركة وطور برنامج أكيد. جديد أنا بنظري هو شهيد, هو مناضل, هو بنفس مرتبة الشهيد يستحق للدعم والتبني والعلاقة الإيجابية معه. أكيد. يعني أشكرك جدا دكتور عبد الملك جابر الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة من أبس وأيضا الرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة الاتصالات الفلسطينية, وأيضا الشكر موصول للدكتور أسامة فياض الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة Oasis 500 ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ياهو الأمريكية الأسبق. أشكركم على هذا الحديث الممتع حول المشهد التقني, وأيضا أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة في لقائنا الخاص الذي تحدثنا فيه حول المشهد التقني والرياديين الفلسطينيين. بإذن الله تابعونا في لقاء خاص قادم. بهذه تحياتي أنا سعد حمد وإلى اللقاء.